تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظم التحالف الوطني مؤتمر الحوار الوطني حول منظمات العمل الأهلي والتصدي للقضية السكانية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات المصرية لتنظيم الأسرة. يهدف المؤتمر إلى نقل الحوار الوطني إلى النطاق الجماهيري وفتح نقاش موسع في كافة الملفات التي تهم المواطن، بالإضافة إلى مشكلة القضية السكانية التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع.